بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت زي ما متعودين قبل أي حاجة نصلي على سيدنا النبي. هشرح في الفيديو ده إزاي أطلع إحداثيات من لوحة معايا على التليفون. طبعا البرنامج اللي هستخدمه هو DWG، تمام؟ ده برنامج بصراحة أو تطبيق على التليفون فوق الممتاز. التطبيق ده هيوفر عليك مشوار طويل جدا، هو مشوار المكتب الفني. اكيد طبعا مش كل حاجة هيعملها لنا، ولكن حاجة مهمة جدا اني طلع لك احداثيات تشتغل بيها على التوتال، سواء توقيع، تمام، اي مكان. فبالتالي وفر عليك انك تفتح اوتوكاد وتشتغل اوتوكاد والكلام ده كله. ميزة الاوتوكاد عنده، طبعا هتقول لي ان الاوتوكاد بيطلع لي احداثيات وده بيطلع لي احداثيات، ده اسهل لان معاك على التليفون. ولكن الميزة اللي تفرق في الاوتوكاد عن التطبيق ان الاوتوكاد هيطلع لك الاحداثيات في جوب، وتشتغل على التوتال عن طريق ان انت تحفظ النقاط دي على الجهاز. ولكن على التطبيق هيطلع لك احداثيات لكن هتشتغل بيها يدوي. يعني انت في الموقع وعايز توقع نقطة من اللوحة دي بشكل مباشر، هتعمل ايه؟ اول حاجة هتحدد النقطة وتطلع الاحداثيات زي ما انا هشرح لك دلوقتي، تمام؟ هتعمل ايه؟ هتدخل الاحداثيات يدوي في التوتال وتوقع النقطة، بمعنى ان انت هتشتغل نقطة بنقطة تطلع احداثيات وتوقع، او ممكن تطلع مجموعة الاحداثيات اللي انت حابب توقعها وتكتبها في شكل كروكي وعلى ورقة. يعني شغل يدوي، شغل يدوي. انما الاوتوكاد لا، الاوتوكاد بيعمل لك ملف كامل تقدر تنزله على التوتال وتشتغل بيه بشكل مباشر من غير ما تكتب او تطلع احداثي نقطة نقطة. بيطلع لك عن طريق لسب مجموعة نقاط كاملة. لو مثلا معاك مشروع كامل، اكيد طبعا مش هتشتغل على DWG لان طبعا ده مشروع كامل شغلك مطول عليه، فبالتالي لازم تعمل ملف بالشغل الكامل بمجموعة النقاط كاملة من المشروع وتخليها على الجهاز، على جهاز التوتال محملة. لكن مثلا انت معذور في نقطة عايز تعرف احداثيات او عايز توقعها لكن هي مش معاك، بالبرنامج او بالتطبيق ده هتعرفها بسهولة وتشتغل عادي جدا، يعتبر اوتوكاد كامل في جيبك، تمام، بكل سهولة. هنعرف ازاي نطلع احداثيات نقطة، تمام. هنجي مع بعض، طبعا دي لوحة لشبكة طرق، تمام، مقسمة على استشانات. انا عايز اوقع مثلا الاستشانات دي وانا في المشروع نفسه وناصب التوتال وعايز اوقع اي نقطة انا محتاجها من اللوحة ومعذور فيها، هرجع لسه للمكتب واروح عشان اطلع احداثي للنقطة واوقعها ولا ايه؟ لا، هنا الحل في التطبيق ده بكل سهولة هيطلع لك احداثي النقطة. يلا بينا مثلا نروح لأي شارع أو أي مكان عايزين نطلع الإحداثي بتاعه. مثلا أهو الشارع ده 72، الطريق 72، تمام، مقسمة من الزيرو و25 و50 و75 و100، تمام. الطريق ده 100 متر، كل 25 متر نقطة. أنا مثلا عايز أوقع 100 متر دول، تمام. ادي عندي نقطة 2 3 4 5، 5 نقط، تمام، معذور وعايز اوقع النقط دي. هل لسه هرجع للمكتب علشان يعمل لي يطلع لي بلسب قائمة واعمل جوب وادخل على التوتال، ولا ممكن في طريقة ادخل يدوي عادي الاحداثيات بتاعتي واوقع النقطة اللي محتاجها؟ هتفتح التطبيق وتروح على النقطة زي ما احنا شايفين، مثلا اهي نقطة الزيرو، هنشوف درو، هندخل على درو ونختار لاين، هنحدد بقى ايه النقطة بتاعتنا. اهي حددت النقطة انا كده، تمام. هيظهر عندي اكس واي، اهو علامة اكس وعلامة واي، هدوس على الاكس والكومة واي، اهو ظهر لي احداثيات الاكس والواي. طبعا احنا عارفين ان الاكس
الاكس هو محور السينات، تمام، اللي هو الاي، اللي هو الاي، والواي اللي هو الان، المحور الرأسي، محور الصادات اللي هو الان، تمام. يبقى ظهر لي الاي والان اهو بكل سهولة، بكل سهولة هتطلع الاحداثيات بتاعت النقطة اللي انت محتاجها من اللوحة، تمام. اكتب الاحداثيات دي مثلا على ورقة معايا، او ادخلها بشكل مباشر على التوتال واوقعها بكل سهولة في الموقع وانت شغال، تمام. نروح مثلا للنقطة اللي بعدها، الخمسة وعشرين، اهي دي النقطة الخمسة وعشرين. draw the line واختار النقطة بتاعتنا، وزي ما قلنا هنضغط على الاكس والواي، اهو ظهر لي احداثيات النقطة التانية. مفيش طبعا اسهل من كده. البرنامج او التطبيق ده مش ناقص غير لسب، واطلع جدول بشبكة احداثيات كاملة بمجموعة احداثيات كبيرة طبعا، ويبقى اوتوكاد كامل متكامل لاخراج الاحداثيات او الداتا من اللوحة علشان اشتغل في الموقع الاعمال المساحية بتاعتي، تمام. فطبعا برنامج ممتاز لا غنى عنه لاي مهندس على التليفون بتاعه، ان يكون على التليفون بتاعه، تمام. وبكده بكل سهولة طلعنا احداثيات الاكس والواي، سواء التطبيق محمل من جوجل بلاي او تطبيق، طبعا في تطبيقات بتكون مهكرة وجاهزة ان هي ايه بدون مصاريف، فبالتالي هتلاقي الميزة دي متاحة لجميع الانواع، تمام. برنامج او تطبيق الدي دبليو جي اخراج الاحداثيات. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسوش دعمنا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.